ان شاء نجاوبها الله. عليه. نعم، طيب فكنا بنكمل في القلوب، ولعل احنا يعني نسينا علشان نكمل الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قلنا مثل أفئدة الطير، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم أو شبه قلوب هؤلاء بأفئدة الطير لتوكلها على الله. قلنا هذا المعنى، وقفنا عند هذا المعنى. المعنى الآخر قال للينها ورقتها وضعفها. طيب، القلب اللين هو القلب الرحيم الشفيق على غيره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله الرحماء، أو إنما يرحم الله الرحماء. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أذبح الشاة فأرحمها، حتى وأنا بذبحها بأشفق عليها، يعني مع أن الله أباح هذا وجعلها لحما مما يشتهى، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رحمك الله، أو إنما يرحمك الله برحمتك لها. إذن الرحمة مطلوبة حتى مع الحيوان، فما بالك بالإنسان. صحيح. يبقى إذن الإنسان كلما كان قلبه ألين وأرق وأضعف، أي ضعيف، يعني إيه؟ ضعيف من ناحية الاتصال بالله سبحانه وتعالى، لا من ناحية ضعف الإيمان. لا، هو إيمانه قوي ولكنه قلب رقيق. رقيق. كثيرا ما يتأثر، كثيرا ما يخشع، ويعني تلاقي صاحبه دائما تدمع دامع العين. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان كذلك رضي الله عنه، كانت دمعته قريبة، وكان خاشعا دائما، وكان ربما يسمع الآية من القرآن فيبكي. ورأت امرأة في يوم من الأيام رؤيا، وجاءت إليه وكانت جارية من الجواري هناك، فقالت: يا أمير المؤمنين، رأيتك الليلة في رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت أن القيامة قد قامت، والناس تأتي إلى الصراط وتمر على الصراط، فمنهم المختوش اللي بتختش بالكلابيب، ومنهم من يسقط، ومنهم من يجوز سريعا، ومنهم من يجوز ببطء، ثم جيء بك يا أمير المؤمنين. هي بتقول له: ثم جيء بك يا أمير المؤمنين، وهو وقع في الأرض وما درى شيئا، أغمي عليه قبل أن، فجاءت في أذنه وتصرخ: والله يا أمير المؤمنين، رأيتك وقد نجوت، والله رأيتك وقد نجوت، وهو لا يدري شيئا من الدنيا.